هاي مو الشراكة الأولى ولا الجديدة مع شركة كورك، مثل ما عودتنا كورك في كل المواسم كان إلها بصمة ومبادرات مجتمعية كثيرة مع مؤسسة تطوع معنا. كورك هي اسم كبير ولامع في محافظة نينوى وفي لا سيما داخل مدينة الموصل لدعم كل المشاريع والمبادرات المجتمعية. فاليوم احنا كانت الحملة الأهالي الإغاثية اللي كانت هي بسيطة في أكثر من منطقة داخل مدينة الموصل اللي دعمتها شركة كورك، وإن شاء الله راح تشوفون مبادرات كثيرة دعمتها مثل شركة كورك في مدينة الموصل، وإحنا يعني سعيدين ومحط تقدير هذه الشراكة مع شركة كورك. أهم المناطق يعني اليوم تم توزيعها؟ المناطق اللي شملتها التوزيعات اليوم منطقة حي الانتصار، وأيضا راح تشمل بعض المناطق وجزء من الموصل القديمة. عدد السلات تقريبا ما يعني 700 سلة. اليوم مثل ما شفنا قدرنا أن نشمل أجزاء من مناطق حي الانتصار، طبعا بالتعاون مع المختار ومشرفي المنطقة، وكذلك أنه تكون هذه البيانات هي محدثة بشكل يعني جيد مؤخرا. كذلك اليوم شمل التوزيع المنطقة القديمة. هذا العمل اليوم يأتي بالتعاون مع شركة كورك تيليكوم للاتصالات. كذلك لدينا حملات رمضانية أخرى على الأيام القادمة ستشمل مناطق أخرى، وحسب قاعدة البيانات التي تم تزويدنا بها مسبقا من قبل مشرفينا وأعضاء المسح الميداني في مؤسسة تطوع معنا. تم اليوم توزيع عدد من السلات الغذائية على عدد من العوائل في المناطق في الجانبين الأيسر والأيمن في منطقتي الانتصار صار وايضا المنطقه القديمه. تم توزيع السلات من قبل شركه كورك بشراكه مع مؤسسه تطوع معنا. تم توزيع على العوائل التي لدينا بياناتها وعلاثيات تم الكشف عليها للتاكد من صحه الحاله. الحمد لله تم التوزيع بشكل سلس ومنظم، وان شاء الله راح تتكرر هكذا الحملات في الايام القادمه.